السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. مستر جودة معكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني أن أنا أقدم لكم النهاردة إن شاء الله فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهاردة أحبتي هو امتحان هام من امتحانات نصف العام، وبفكركم أحبتي أنكم تفضلوا معنا لآخر الفيديو علشان تستفيدوا من الفيديو أقصى استفادة، وكمان علشان تدخلوا معنا المسابقة وتجاوبوا على الكويز أو الاختبار القصير اللي في آخر هذا الفيديو، وإن شاء الله أصحاب الإجابات الصحيحة هيتم تكريمهم في الفيديو القادم الخاص بالصف السادس الابتدائي عن طريق ذكر أسمائهم والمنطقة اللي عايشين فيها. هيتم ذكر أسمائهم في لوحة شرف القناة في بداية الفيديو القادم بإذن الله. بس في ملحوظة هامة أحبتي، إنكم مش هتجاوبوا معانا في التعليقات، وده لأن اليوتيوب بيقفل التعليقات للمرحلة الابتدائية. عشان كده أنا هسيب لكم أسفل هذا الفيديو رابط هسميه رابط المشاركة في مسابقة اليوم، رابط المشاركة في مسابقة اليوم هتلاقوه في الوصف أسفل هذا الفيديو. عند الضغط على هذا الرابط هينقلكم إلى مدونتي، وهناك في المدونة هتقدروا تجاوبوا عن الكويز بكل حرية، وياريت ذكر الاسم والمنطقة مع الإجابة. وبفكر أحبتنا اللي ما اشتركوش معانا في القناة يشتركوا معانا ويفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل إشعارات القناة أولا بأول، ولايك وشير للفيديو لو عجبك الفيديو. نبدأ مع بعض. أول سؤال عندنا في امتحان النهاردة هو سؤال listen and circle، استمع وضع دائرة. طبعا في عندي أربع جزئيات، السؤال ده مكون من أربع جزئيات. الجزئية الأولى والتانية أنا هقول سؤال تمام، وهقول الإجابة بتاعته إجابة واحدة بس من الإجابتين، يا إما A يا إما B. الإجابة اللي أنت هتسمعها منهم هي اللي هتحط عليها دايرة. أوكي، ده نمبر 1 ونمبر 2. نمبر 3 ونمبر 4 أنا هقول سؤال واحد من السؤالين، إما السؤال A أو إما السؤال B، وهقول الإجابة بتاعته. ده المطلوب منكم، إن أنتوا هتحطوا دايرة على السؤال اللي هتسمعوه بس، يا إما A يا إما B. نبدأ مع بعض، وهقول كل جزئية هقولها مرتين. نبدأ مع بعض كده. نمبر 1، What does she like to do? She likes to put on makeup. What does she like to do? She likes to put on makeup. يلا نفكر مع بعض. ايوه برافو، سامع حد بيقول نمبر B، مظبوط الاجابه نمبر B. نمبر 2، What did his mother write? The grocery list. What did his mother write? The grocery list. يلا نفكر كده، أني واحدة فيهم A ولا B؟ The grocery list. برافو، اللي هي number A. Number 3. How is the restaurant? It's clean and the prices are good. How is the restaurant? It's clean and the prices are good. يلا نفكر كده، A ولا B؟ صح number B. How is the restaurant? Number 4. How many kinds of pie do you have? We have 4 apple pies. How many kinds of pie do you have? We have 4 apple pies. أني سؤال فيهم مظبوط، السؤال رقم B. ننتقل إلى السؤال الثاني عندنا، وهو سؤال استماع أيضا. هنستمع إلى المحادثة، ومن خلال استماعنا للمحادثة هنملأ الفراغات اللي موجودة عندي بكلمة واحدة فقط. تعالوا نستمع كده. Man, can I help you? البوي رد عليه Yes please, I'd like an ice cream. رد المان What kind of ice cream do you want? يلا نفكر. برافو، سامع حد بيقول kind، K-I-N-D. What kind of بمعنى ما نوع. رد البوي I like chocolate ice cream. يلا ايوه chocolate ice cream. نكتب الكلمات صح، لان لو كتبتوا الكلمات غلط هيتم خصم درجات، لان السبيلنج هنا مهم. فرد المان Here you are، تفضل. البوي Thanks، How much is it؟ ايوه برافو، much M-U-C-H. المان It's 3 pounds. برافو، pounds جنيهات. البوي Okay it's cheap. السؤال الثالث عندنا هو سؤال الاختياري. تعالوا نقرأ كده أول جزئية فيه.
How space does it cost to get in? How many? How much? How old? How tall? أيوة برافو عليك. How much? Number P. Was there a pavement space of the bridge? يلا نفكر كده. Next of, beside of, across of, ولا in front of؟ أيوة سامع حد شاطر بيقول in front of، لأن مفيش حاجة اسمها across of. across بتاخد from، beside تاخدش of، next بتاخد بعدها to، next to. اوكي. عمر space drives his father's car. he can't drive a car. هو ما بيقدرش أساسا يسوق عربية. يبقى عمر always drives، never drives، sometimes drives، often drives. أيوة برافو. سامع حد بيقول never، عمره ما بيسوق عربية بابا لأنه ما بيعرفش يسوق. never. هاني and منى walked to school by. ها reflexive pronoun هنا، عايزين ضمير منعكس. by خلي بالك، هاني and منى في جمع هنا. your selves، them selves، her self، our selves. أيوة برافو. سامع حد شاطر بيقول them selves، بأنفسهم. هاني ومنى مشوا للمدرسة بأنفسهم، by themselves، لأن هنا في عندي الفاعل هنا جمع. لما يكون الفاعل هنا جمع بجيب themselves. طيب لو الفاعل هنا مذكر، لو هاني بس، كنت هقول by himself، بس ما فيش عندي himself. طب لو منى لوحدها، لو الفاعل هنا مؤنث، هنقول by herself، هي موجودة عندنا herself. تمام. طب لو قال لي you and your sister، أنت وأختك، you طالما بدأ بيو and your sister وحط حد معاها، يبقى yourselves، بأنفسكم جمع. طب لو قال لي you بس، you walked to school by، هنقول yourself من غير ال V-E-S، هنقول yourself بالF. I am in the space for spaghetti، I love it. عايز يقول أنا ميال للسباكيتي، أنا عندي مزاج آكل سباكيتي. يبقى إيه structure ده خدناه؟ I am in the mood. برافو عليك. وسامع حد شاطر بيقول mood. My brother is a best، أخويا best. best يعني معناها شخص مزعج. he always space me. يلا نفكر كده. أيوة برافو عليك. bothers me، يضايقني. bother هنا بمعنى يضايق. the actors اللي هم الممثلين always space a wig. يلا دي سهلة دي. برافو. wear a wig، يرتدوا الوجه اللي هي الايه الباروكه. they went to the space to get money. they went to ايه؟ علشان يحصلوا على الفلوس. ايوه bank. برافو عليكم. الاختيار رقم ايه. ننتقل الى السؤال الرابع عندنا، وهو سؤال الكلمات الشاذه. في كل جزئيه عندي اربع كلمات، في ثلاث كلمات منهم مرتبطين ببعض برابط ما، وفي كلمه اخرى مختلفه عنهم او شاذه عنهم، هي اللي هنطلعها. وبعد ما هنطلع الكلمة الشاذة، خلي بالكم هنحط كلمة تناسب الثلاث كلمات المتبقية. تعال نشوف كده. أول جزئية عندنا rent، iron، buy، thirsty. يلا نفكر كده مع بعض. أيوة برافو عليك. وهنطلع كلمة thirsty، عطشان، لأن دي الصفة الوحيدة اللي موجودة. rent معناها يؤجر فعل، iron معناها يكوي، buy بمعنى يشتري، كلهم أفعال. طبعا طالما دول أفعال يبقى لازم ندخل كمان فعل علشان يناسبهم. نقول مثلا help، يساعد. طيب بعد كده cloudy، usually، often، sometimes. أيوة برافو عليك. سامع حد بيقول cloudy. cloudy بمعنى غائم، غائم أو ملبد بالغيوم. طيب والباقي كله يعتبر أظرف تكرار. أوكي. اللي هي adverbs of frequency بنسميها. طبعا هنحط ايه؟ هنحط ظرف تكراري. يلا نفكر كده في اي ظرف تكراري. ممتازين. always، انا سامع حد بيقول always. number 3 library، theater، baker، museum. ايوه برافو عليكم. سامع حد بيقول baker بمعنى خباز، والباقي كله يعتبر اماكن. library مكتبه، theater مسرح، museum المتحف. هنحط مكان زيهم، نقول مثلا بارك حديقة. number 4 جوس، اكتو، كوفي، تي. يلا نفكر كده. ايوه هنطلع كلمة اكتو بمعنى ممثل، والباقي كله يعتبر مشروبات، يبقى احنا لازم نحط مشروبات. يلا نفكر كده. ايوه ميلك. برافو عليك. والحليب مثلا ممكن احط سوب بمعنى شوربة.
myself, himself, you, herself. دي سهلة دي. تمام، هنطلع you اللي هو ضمير الفاعل you، والباقي كله ضمائر منعكسة. هنحط ضمير منعكس يبقى yourself، yourself نفسك. السؤال الخامس عندنا هو سؤال القطعة، وجايب لي أسئلة عليها. تعالوا نقرأ القطعة مع بعض كده كويس ونفهمها. Yesterday Mr. Jamal didn't go to his office. امبارح الأستاذ جمال ما راحش المكتب بتاعه. تمام، he stayed home، هو فضل في البيت. Because it was very cold، لأن الجو كان برد. It was 22 degrees، كانت درجة الحرارة 22. He looked out of the window، هو بص من الشباك. And saw a lot of clouds، ورأى الكثير من السحب. He thought، هو اعتقد. It was going to rain، إنها هتمطر. He called his friend شريف، هو اتصل بصاحبه شريف. And said، وقال له. I'd better stay home، أنا أفضل البقاء في البيت. And I don't want to have the flu، وأنا لا أريد أن أصاب بالبرد أو الإنفلونزا. خلي بالكم I'd هنا بتساوي I had better. تعال نشوف نمبر 1 كده، أسئلة اختياري، في سؤالين اختياري وسؤالين مباشرين. مستر جمال works at، بيعمل فين بقى؟ an office، school، a restaurant، a hospital. يلا نشوف كده. مستر جمال didn't go to his office، ما راحش المكتب بتاعه، يبقى كان شغال في an office. برافو. نمبر A، it was space yesterday، كان الجو فاين ولا cold ولا hot ولا sunny؟ ايوه برافو عليكم، cold. انا عارف ان القطعة سهلة. Why did Mr. Jamal stay home؟ ليه الأستاذ جمال فضل في البيت؟ موجودة بالنص اهي، ليه فضل في البيت؟ Because اهي it was very cold، موجودة في السطر الأول وأول كلمة في السطر الثاني. What did Mr. Jamal see out of the window؟ ماذا رأى الأستاذ جمال من الشباك؟ شاف إيه؟ ها يلا نفكر كده، شاف إيه؟ And saw a lot of clouds، يبقى he saw a lot of clouds. السؤال السادس عندنا هو سؤال الباراجراف أو قطعة التعبير اللي هنكتبها. طبعا بيجيب لي باراجراف عن سبع جمل، هكتب سبع جمل عن موضوع هو بيدهوني. الموضوع هو your visit to the zoo، زيارتك إلى حديقة الحيوان. ده موضوع من الموضوعات المهمة جدا. طبعا عشان نكتب أي موضوع يا جماعة لازم أول حاجة نرتب أفكارنا، فكرة فكرة كده على جنب، ما نكتبش على طول في نفس المكان ده، نكتب في مكان تاني على جنب وبقلم رصاص مثلا، او لو كتبنا بالجاف نعمل عليه ان هو ملغي. بعد ما نخلص خالص ونكتب افكارنا ننقلها فكره فكره في الجزء ده. طبعا لازم نحافظ على ان الجمله تبقى بادئه بحرف كابيتال وتختمها بنقطه، تبدا اي جمله بحرف كابيتال وتختمها بنقطه، وتحافظ برضو على الجرامر بتاعك يكون سليم، وعلشان خاطر في درجات على الكابيتاليزيشن والبانكتويشن عموما والجرامر او اخطاء الجرامر. تمام، نشوف مع بعض كده الباراجراف المقترح ليكو. Last week I went to the zoo، الاسبوع الفائت انا ذهبت الى حديقة الحيوان. I went there by bus، انا ذهبت هناك بالاتوبيس. I went with my friends، انا ذهبت مع اصدقائي. I saw a lot of animals there، انا رأيت الكثير من الحيوانات هناك. I saw the giraffe، أنا رأيت الزرافة. It was very tall، وقد كانت طويلة جدا. I saw the elephant، أنا رأيت الفيل. And it was very big، وكان ضخم جدا. I played with the monkeys، أنا لعبت مع القرود. They jumped on the trees، هم قفزوا على الأشجار. We took a lot of photos there، التقطنا العديد من الصور هناك. We enjoyed a lot، واستمتعنا كتير. It was a nice day، وكان يوم رائع. We went back at 7 in the evening، احنا عدنا او رجعنا الساعة 7 مساء. In the future، في المستقبل. I want to go there again، انا اريد ان اذهب الى هناك مرة اخرى. خلي بالكم ان معظم الجمل دي ممكن تنقال على اي مكان، ممكن نقول your visit to the museum، بس طبعا هنشيل منها الحاجات اللي ليها علاقة بالزو ونحط مكانها الحاجات اللي ليها علاقة بالميوزيوم. فاش اقول I saw the elephant، انا رأيت الاليفنت. ممكن اقول ايه I saw the statue مثلا، التماثيل.
اي موضوع مطلوب منك انك زيارة الى الموضوع الفلاني، ممكن ينفع ان احنا ناخد جمل كتيرة جدا من الباراجراف ده. ننتقل الى السؤال السابع عندنا، وهو سؤال اعادة ترتيب الجملة لتكوين جملة مفهومة. بيجيب لك جملة ومتلخبطة والمطلوب مننا ان احنا نرتبها. هنبدأ اول حاجة باللي تحتها خط، اللي هي they، دي الفاعل عندنا they، ودي جملة خبرية لان انتهت بنقطة they، يبقى لازم انا اجيب الفعل اللي هم عملوه they. تمام، الفعل ايه؟ stay، يعني يبقى. الفعل stay يبقى، بس في عندي ظرف تكراري اللي هو usually. طيب عايز اقول هم، ينفع اقول stay usually ولا usually stay؟ حد يفكرني. طبعا لازم اجيب الظرف التكراري الاول ثم الفعل، يبقى they usually stay، ده الفعل اللي هم عملوه، عادة بيبقوا فين؟ stay home، طبعا بيظلوا في البيت، ها، و on Friday في الآخر. جملة سهلة جدا. الجملة التانية كان، ده سؤال بهل. كان دايما بجيب بعد الفعل الناقص أو المساعد اللي هو كان، بجيب بعديه الفاعل. كان إيه؟ الفاعل هنا يو، كان يو، تمام، وبعدها الفعل تيك، وبعدين a message. ده الترتيب بتاع أي سؤال بهل، فعل مساعد أو ناقص، فاعل، فعل أساسي، ثم مكمل. Can you take a message؟ طيب السؤال الثامن عندنا هو punctuate the following sentences، رقم الجمل التالية. بيجيب لي جملتين وكل جملة فيها خطأين من أخطاء ال punctuation. طيب يعني إيه أخطاء ال punctuation بقى؟ يعني هتلاقيه جايب بدأ لك الجملة بحرف small والمفروض إن إحنا هنكبرها، هتلاقيه جايب لك اسم شخص أو اسم مدينة أو اسم يوم من أيام الأسبوع أو شهر من شهور السنة بادئ بحرف سمول والمفروض إن إحنا هنكبره. هتلاقيه مش جايب لك كوما، الكوما مثلا اللي هي الفصل على السطر، سيادتك هتزودها وتحطها. هتلاقيه مش جايب لك أبوستروفي اللي هي الفصلة العليا بتاعة الاختصارات، هتلاقيه مش حاططها، لازم تحطها. هتلاقيه في آخر الجملة مش حاطط لك ولا نقطة ولا علامة الاستفهام. طبعا نقطة بنحطها في الجملة الخبرية، وعلامة الاستفهام بنحطها في الجملة الاستفهامية. تمام، تعالوا نشوف كده الجملة اللي قدامنا دي. I will visit my uncle next Wednesday. تمام، أنا سامع حد بيقول بادئ الجملة بحرف سمول، لازم أكبر الآي لأنه بداية الجملة. طب نمشي كده شوية، أيوة آخر خطأ عندنا اللي هو W بتاعت Wednesday بادئة بحرف سمول ولازم أكبر ال W. يبقى الجملة هتصبح أهي كبرنا الآي وحطينا ال W بتاعتنا كابيتال. تمام، وكتبنا الجملة كاملة. وما ننساش نعمل حاجة كده صغيرة هتبين للي بيصحح ان احنا فاهمين. هنحط خط صغير تحت الاي اللي احنا كبرناها، ونحط خط صغير تحت الدبليو اللي احنا كبرناها. الجملة التانية عندنا How often does سلوى go to the cinema؟ يلا كده نشوف الخطأين بتوعنا. برافو، سامع حد بيقول سلوى الاس بتاعتها ده اسم شخص، يبقى لازم نكبر الاس، ها، والجملة مش قافلها ولا بنقطة ولا بعلامة الاستفهام، يبقى نحط هنا ايه؟ How often، كم مرة، يبقى اكيد ده سؤال، يبقى نحط له علامة الاستفهام. هتبقى الجملة How often does سلوى، غيرنا سلوى وحطينا الكويستشن مارك في اخر السؤال ده، ونحط خط طبعا تحت الاس اللي احنا كبرناها، وخط صغير تحت الكويستشن مارك اللي احنا عملناها. وبكده احبتي نكون خلصنا امتحان النهاردة. يا رب يكون الامتحان عجبكم، ويا ريت لايك وشير للامتحان دعما للقناة، وعلشان نستمر ليكم ونقدم لكم افضل الفيديوهات. وتعالوا مع بعض كده ننتقل الى الكويز بتاع النهاردة، او الاختبار القصير بتاع النهاردة، او today's quiz. تعالوا نشوف سؤال النهاردة شكله عامل ازاي. هو مكون من 3 اسئلة اختياري، ان شاء الله الاسئلة يا رب كلنا نجاوب عليها اجابات صحيحة. وزي ما قلت لكم هسيب لكم رابط اسفل هذا الفيديو في الوصف بتاع الفيديو، تدوروا عليه وهتلاقوا الرابط اسمه رابط المشاركة في مسابقة اليوم. هتضغطوا عليه هينقلكوا للمدونة بتاعتي، وهناك هتجاوبوا على الكويز اللي قدامنا ده بال3 اجابات دول. تقولوا نمبر 1 مثلا اخترت لها ايه، نمبر 2 اخترت لها ايه، نمبر 3 اخترت لها ايه، وتكتب اسمك والمنطقة اللي انت منها، علشان ان شاء الله تتكرموا في لوحة شرف القناة في الفيديو القادم الخاص بالصف السادس الابتدائي. تعالوا نقرأ اول جملة عندنا. Look at the grocery space to buy what you need. Look at the grocery trolley, supermarket, list, check out. Number 2. Magdi went to the dentist's by herself, himself, itself, yourself. I space medicine twice a day. I take medicine
I make medicine, I eat medicine, I do medicine. نستني إن شاء الله إجاباتكم في المدونة بتاعتنا من خلال الرابط اللي أسفل هذا الفيديو. يا رب كلنا إن شاء الله نجاوب إجابات صحيحة، وأتمنى لكم التوفيق في دراستكم إن شاء الله. وما تنسوش اللي لسه مشتركش معنا بالقناة يتفضل يشترك بالقناة ويدعمنا، ولو عجبك الفيديو ياريت لايك وشير للفيديو دعما وتشجيعا لنا. وحتى ألقاكم في الفيديو القادم بإذن الله، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.